مساء الخير على جميع مشاهدين قناة الشرقية وبالأخص متابعين والمشاركين في حملة دوسلها. اليوم حضرنا لكم فقرة هواية ومفاجأة هواية. راح نشوف من بغداد مفاجأة كلش حلوة محضرين لكم إياها ويا زميلي أحمد الخفاجي، وهمين راح نزور البصرة والنجف، وراح تتابعونا فقرة جديدة، فقرة وصلها. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. طبعا مثل ما شفنا أنه حققت حملة دوسلها بالعراق نتائج كبيرة كلش، بما أن الجمهور تفاعل وياها، الجمهور العراقي، وتعرفنا من خلال الفترة الماضية على فوائد البايسيكل سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصادي، وبيئيا همينا إلى دور كلش كبير. قمنا بتوزيع العديد من البايسيكلات الهوائية على آلاف المواطنين العراقيين، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة عبر المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وغيرها. وقد تجاوب العديد من الناس ويانا على حملة دوسلها، والعديد من الناس قدموا حبهم للانضمام إلى حملة دوسلها وحصلوا على جوائز وهي البايسيكلات. هسه راح نزور اليوم راح نزور مناطق واماكن جديده ومدن اخرى، ونتعرف على ناس جديدين، فابقوا ويانا على ما تتعرفون عليهم. عودناكم في الحلقات السابقة أنه كل حلقة نعطيكم فد سؤال، هذا السؤال يعرفكم على أشياء أكثر عن البايسيكل. وسؤالنا لهذه الحلقة هو: برنامج عام 1817 اخترع البارون الألماني كارل فون يعني مركبة من عجلتين يتم دفعها للأمام عن طريق القدمين. هاي المركبة تم تحويرها فيما بعد لتصبح الدراجة اللي احنا كلنا نعرفها اليوم وهي البايسيكل. السؤال هو: ما كان اسم هذه المركبة؟ لازم تعرفونه. وطبعا احنا ننتظر إجاباتكم على الفيسبوك، ادزونا عليها إجاباتكم الإجابات الصحيحة. هاليوم راح نروح لزيارة بغداد، وبغداد هو زميلي أحمد الخفاجي زار أحد الجامعات، تعرف على الطلاب اللي هناك وسألهم عن مدى اهتمامهم بقيادة الدراجة، وكان أكو تفاعل كلش كبير ويا أحمد وترحيب أكبر بهواية من الناس والطلاب اللي بالجامعات. طبعا ما راح أطول عليكم، أحمد الخفاجي حكينا هذه الحلقة أنه اليوم حضر لنا مفاجأة. هاي المفاجأة هسه راح نشوفها، وراح نشوف الطلاب ويا زميلي أحمد الخفاجي من بغداد. السلام عليكم على كل المشاهدين متابعين حملة دوسلها. أنا هالمرة راح أكون في بغداد، جولة جديدة وفعاليات جديدة لحملة دوسلها في بغداد. الآن احنا في أحد أهم جامعات اللي موجودة في بغداد الحبيبة،
وراح نلتقي بالعديد من الطلاب اللي موجودين ويانا باحد فعاليات حمله دوسله. خلينا نشوف الشباب اللي راح يشاركون ويانا في الحمله. اكيد كل واحد راح ياخذ بايسكل، ان شاء الله راح يكون هو يستحق البايسكل. وانا سعيد جدا بتواجدي ببغداد، وان شاء الله راح تكون فعالياتنا كثيره في بغداد. خليكم متابعينا. خلال تواجدنا في احد الجامعات الموجوده في بغداد، حشد كبير من الطلاب اللي موجودين. خلينا نشوف بعض من الطلاب اللي هم يدرسون في الجامعه، لكن هم من ضمن الاقسام الداخليه، هم ساكنين بغير محافظات، لكن لما يجون بغداد للكليه مالتهم يسكنون بالاقسام، مو صحيح؟ انت قلت لي لازم تجيبون البايسكلات تجمعت الاقسام الداخليه، هم الاولى. زين شلون؟ لان والله شويه نعاني من السوق، بعيد شويه وتعب و مسواق ما مسواق، هاي السؤال تعرف. زين، يعني هسه راح تاخذ البايسكل راح تستفاد من عنده؟ والله ان شاء الله نستفاد منه. شلون؟ يخدمنا بهواي اشياء. يعني من ظل تروح للسوق وبعد؟ السوق يعني مكانات هاي، يعني الولد هم نساعدهم اذا يريدون يطلعون بيه يحتاجون يسوقون هاي نساعدهم. زين، انت قلت لي عندك موقف مره صار وياك بالبايسكل. والله من كنت صغير. ايه. كنت مريض. ايه. فرادوا ضربوك ابره. ضربوني ابره. ايه. قاموا يركضون وراي، فانا كان عندي بايسكل صغيروني. يعني دستلها بالبايسكل. دستلها بالبايسكل حتى اللي يضربك كبره. ايه. وانت ايش راح تسوي؟ تاخذ البايسكل؟ ادوس لها ان شاء الله. تدوس لها؟ واذا جا ضربك كبره هم تدوس لها فيها؟ بعد هذا هو؟ حبيبي يلا بالعافيه عليك البايسكل. وراح ناخذ بعد ايضا شاب اخر من ضمن الشباب اللي هم موجودين بالاقسام الداخليه. شلونك؟ حبيبي. شو صحة؟ الله يحفظك. شو اسمك؟ كرار عامر. كرار، انت يا قسم؟ قسم انا كليه اعلام، قسم اذاعه وتلفزيون. ايه. طالب الاقسام الداخليه من مدينه الكوت. زين. طبعا في البدايه احب ان اشكر قناه الشرقيه والدكتور سعد البزاز على اتاحه هذه الفرصه الجميله. مثل ما تعرفون انه العراق يعاني من مره من الازدحامات، ونحن نشكر مجددا الدكتور سعد البزاز. اوكي، شكرا لك حبيبي، بالعافيه عليك البايسكل ودوس لها. تعال يمي. شو اسمك انت؟ محمد عبود. صار لك ساعه تقول انا اريد بايسكل وانا لازم اخذ بايسكل، ليش؟ والله يعني محتاجين احنا بالاقسام الداخليه ونحتاج نسوق بيه، فمن نروح السوق شويه السوق بعيد، فنحتاج نسوق بيه ونجي. زين، انت تشوف يعني انت تستاهله اولى من غيرك من الطلاب؟ ما اعتقد. زين، انت تعرف تسوي بيه مهارات؟ مو حيل. مو هالقد؟ ها؟ زين، هسه اذا راح تاخذ البايسكل ايش راح تسوي بيه؟ وين راح تروح؟ والله من احتاج السوق وجماعتي من يحتاجونه هم يروحون يسوقون بيه ويجونه. زين، صار لك فتره، صار لك ايش قد ما مستخدم بايسكل؟ اخر مره ايش وقت ركبت بايسكل؟ بالرابع اعدادي. بالرابع، يعني صار قبل ايش قد، كم سنه؟ تقريبا 6 سنوات. وليش ما كملت تستخدم البايسكل؟ مو درسنا وسادس اجا وكليه وفما. واذا هسه تم كليه وراح تدوس لها؟ اي راح ادوس لها. يعني زين، اكو مستحى، اكو خجل انه تركب بايسكل؟ لا بالعكس. شغله حضاريه سياقه البايسكل، وشغله صحيه هي للجسم اكيد. صحيح بالضبط. وهم ما تخلصنا اكيد من مشاكل عديده ممكن نواجهها ببغداد من خلال الازدحامات اللي نواجهها ببغداد. زين، اذا مطرت الدنيا، اذا صار مطر تطلع بالبايسكل؟ لا ما اطلع. ليش؟ طبعا لما نجيت ببغداد كثير من الشباب قالوا حاولوا حمله تدوس لها الى غوصلها بما انه اكو مطر، لكن اكو يعني بعض من الشوارع ما فاضت بطريقه كبيره، ممكن ما يستخدمون البايسكل. شفت هواي من الطلاب ظلوا يطلعون من الكليات، يعني من خلال خروجهم من الكليات يروحون المكان مثلا بيتهم او اي مكان ممكن يروحوا له، ظلوا يتمشون. يعني هم لو مستخدمين البايسكل كان افضل لهم. افضل لهم واسرع لهم اكيد. اوكي، شكرا لك وبالعافيه عليك البايسكل. وخلينا نروح نشوف بعد شباب ثاني من نشوف يم منو. هلا تعليمي. هلا وهلا وهلا. ايش تتريق؟ ايش تتغدى؟ ايش تعشى؟ اشكال والوان. شلونك؟ حبيب قلبك. اسم بالخير؟ ابراهيم. ابراهيم. ابراهيم، ايش تنصح الشباب؟ والله على البايسكل. البايسكل؟ ايه. شيء خرافي. يقوي الظهر، فد شيء مرتب. والله. يعني ليش ما كنت تركبه؟ انا كنت اركبه، كنت خاله باب البيت وانشال. زين، من شو وقت تركب بايسكل؟ والله من انا صغير اركب. ولحد هسه تركب بايسكل؟ اي بس قبل تقريبا شهرين 3 شهور. اي كسرته؟ لا خاله بالباب وباقو. باقو، زين هسه راح تاخذ هذا، ايش راح اسوي به؟ خاف هم يبوقو. راح اسوي له قفل واشل باب. بالضبط، احنا مثل ما نشوف بعض من الدول يعني المتقدمه شلون خالين حتى اماكن باركينات للبايسكلات. نعم. وبنفس الوقت الاقفال مال بايسكل. ايه. مع انهم هناك يمكن ماكو باقو. ايه. اي بس شنو انت مخليه حتى تكون تحرص على بايسكلك. خلينا نشوف. تسلم حبيبي، العافيه عليك البايسكل. شلونك؟ هلا وعيني. اسم بالخير. مهند فؤاد. مهند، شلونك مهند؟ الحمد لله.
شو رايك بحملة دوسلها؟ والله حملة حلوة وثقافية وفتشي حلو يعني منوع للشباب يعني. يعني متابعها؟ متابعها أكيد. أكيد؟ أكيد. راح تأخذ الباسكل شو راح تستفاد من عنده؟ والله يقضي لي مشاويري، ينزل لي كرشي، يخليني يعني. ما عندك سيارة؟ لا سيارة ما عندي، كان عندي باسكل وعطلان شماتة بالمخزن فوق. الله جاب لي هالباسكل هذا. يلا بالعافية عليك حبيبي تدلل. شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ أيمن أحمد. اسمك؟ أيمن أحمد. أيمن يا قسم أنت هنا؟ أنا قانون مرحلة ثالثة. قانون مرحلة ثالثة، شو راح تستفاد ممكن من البايسكل؟ احنا جبنا بايسكلات ومثل ما شفت تجمع هواي من الشباب كلهم يريدون بايسكلات، احنا نتمنى ما حد ما يزعل من عندنا اذا ما اخذ بايسكل، لكن اهم شيء كل شخص راح ياخذ بايسكل يكون هو يستحقه. صحيح. انت شلون ممكن تستخدمه؟ شلون راح تستفاد؟ طبعا اكيد من البيت يعني بدل ما اوصل للبيت يعني للكليه بالعشره. يعني اليوم طبنا بالعشره محاضرات ما طبنا بسبب الازدحامات. بسبب الازدحامات يعني سيطرات ازدحام، فنستخدم البايسكل يعني نوصل هم يعني هم رياضه وهم توصل بوقت يعني قليل، يعني توصل 8:30 بالتسعة هم تلاحق على الدوام. يعني انت عندك مشكله ويا ازدحامات؟ اي والله يعني اليوم طبنا بالعشرة. زين راح تاخذ البايسكل راح توصل من وقت؟ اي طبعا. مو تبقى نايم للصبح؟ لا لا ان شاء الله. يلا بالتوفيق لك ان شاء الله نجاح. الله يساعدك. شو الصحة؟ الله يخليك يسلمك. اسم بالخير؟ اياد جوال. اياد هنا شنو تدرس؟ طالب. تدرس؟ صف رابع؟ صف رابع مسائي. مسائي؟ نعم. شلونك ويا البايسكل؟ والله احب البايسكل. يعني انت راح تاخذ بايسكل؟ زين راح تستخدم البايسكل؟ طبعا استخدم. يعني ما تنطيه اكيد؟ نعم. اه العب عليه رياضه. زين بايام شبابك هم كنت تستخدم البايسكل؟ عندي بايسكل وانا صغير. بايام الشباب راح ترجع هسه شبابك؟ طبعا. نعم. ايش تنصح الشباب؟ والله انصح الشباب ركوب البايسكل حتى رياضه، لانه الرياضه مفيده للجسم، تخلص من الازدحامات مال الشوارع. طب نعم بالضبط. العافيه عليك. اشكرك. شكرا. شكرا. شلونك؟ اسم بالخير. حارث. حارث. حارث شلونك؟ زين الحمد لله. الله يسلمك حبيبي. تاخذ بايسكل؟ والله ان شاء الله بس شفت اخذ. اي شفنا الشباب طبعا كلها تريد بايسكلات، احنا نتمنى ما حد ما يزعل من عندنا اذا ما اخذ بايسكل، وان شاء الله اي واحد اخذ بايسكل يكون يستاهله. اذا قناة الشرقية على هاي المبادرة الحلوة، ونشكر الدكتور سعد البزاز على هاي المبادرة، لان البايسكلات اول شيء يعني الشوارع كلها ازدحامات خاصة شوارع بغداد يعني كلها ازدحامات، البايسكلات تساعد بحل هاي المشكلة يعني. زين اذا صارت مطر بالمطر تطلع بالبايسكل؟ والله يعني اذا شوارعنا زينة نطلع يعني، بس الشوارع شوية حاليا ما تساعد يعني المطر كثيف يعني خاصة ببغداد والشوارع تغرق، بس ان شاء الله يعني الشوارع تصير الاحسن. ان شاء الله يا رب كل الشوارع تصير زينه ونضل نستخدم البايسكلات بكل منطقه. ان شاء الله وان شاء الله دائما انتم تزورونا للجامعه العراقيه ان شاء الله بكل ان شاء الله دائما نكون موجودين، وانا سعيد طبعا بتواجدي وياكم وتعرف عليكم حبيب قلبي. هسه خلينا نروح نتعرف بعد ايضا على مجموعه من الشباب اللي حصلوا على بايسكلات. شو اسمك؟ محمد رعد. زين محمد انت هنا شنو تشتغل بالجامعه ولا شنو؟ لا اشتغل هو بالجامعه اشتغل هنا. شو تشتغل؟ هنا نشتغل نجارة. بالنجارة؟ زين انت شلون تروح وترجع للجامعة من خلال مكان شغلك؟ والله نوبات مشي نوبات من سيارة السيارة. زين مرات تتمشى، ايش قد ياخذ منك وقت هواي طويل يعني بالراحة وبالرجعة؟ اي والله. يعني راح يفيدك؟ اي والله. زين انت عندك بايسكل قبل لو هاي اول مرة تركب بايسكل؟ كان عندي بايسكل وتكسر وبعد ما صلحته. يلا انا هسه بدك تاخذ هذا البايسكل وظل تروح ترجع به بمكان عملك، زين حبيبي؟ يلا مبروك لك. مثل ما شفنا انضمام العديد من الشباب اللي موجودين في احد الجامعات الموجوده في بغداد، شلون صحتك؟ الحمد لله الله يخليك. اسمك؟ علي محمد جندي. يا قسم قانون. شو رايك زين شو رايك بالحمله وشنو رايك بالبايسكل؟ يعني الحقيقه الفعاليه حلوه الطلاب وهاي يعني التصوير وهاي يعني الولد متونسين ومكيفين خصوصا يعني اي رب المتونسين لا مو بس متونسين بايسكلات يقول لك على بالك مونيكا مستحيل. طبعا البايسكلات هي ممكن تفيدهم اكثر من السياره. طبعا لا انا راح اروح للبيت. اي يعني السياره ممكن انت تخليك يعني توصل متاخر على البيت طبعا او على دراستك تدخل بين الازدحامات. اذا هاي اذا منطقه يعني قريبه ممكن تبعد كم كيلومتر ممكن توصل. شيء اكيد شيء اكيد بالعكس لا فعاليه حلوه الشرقيه دائما منورتنا برامجها الحلوه ان شاء الله.